صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ابن حياتك. الحقيقة يا جماعة النهاردة حلقة النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا، لأن هنتكلم فيها عن حواء بالمعنى العام. بس في البداية طبعا اسمحوا لي أن أنا أرحب بالوجه الإعلامي الجديد المنضمة للبرنامج مؤخرا، الأستاذة فاطمة مجدي. صباح الخير يا فاطمة. أهلا بك يا إسلام، صباح الفل عليك وصباح الجمال على كل متابعي شاشة الصحة والجمال. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، يهم كل بنت وكل ست بيت، ولكن على الرغم من أهمية الموضوع إلا أننا كمان هنتكلم عن قصة مليانة بالكفاح والنجاح، ابتدت بدراسة مجال الإعلام وانتهت بمجال التجميل. اما بالنسبه لفقراتنا النهارده، فاول فقره معانا هنتكلم عن ازاي تهتمي وتعتني بجمال بشرتك بطرق طبيعيه، اما الفقره الثانيه فهتكون خاصه بالميك اب، وهتكون هنعمل كمان لوكات على الهواء تناسب كل المناسبات. هيكون معانا بعد الفاصل اخصائيه البشره والتجميل استاذه هويده سيد، ولكن قبل ما نروح في اي حته هنطلع فاصل الاول نشوف فيديوهات خاصه بصالون برايت سنتر ونرجع لكم مره ثانيه. We'll be right back.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب بضيفتنا العزيزه اللي هتكلمنا النهارده عن الميك اب والتجميل والبشره لكل ست وكل بنت. صباح الخير يا استاذه هويده سيد اخصائيه التجميل والعنايه بالبشره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، شرفتينا النهارده في البرنامج. صباح الخير استاذه هويده. طبعا عماله في المقدمه اقول جمال وتجميل وما خدتش بالي ان الجمال كله منورنا في الاستوديو النهارده. يمكن قلت في المقدمه ان حضرتك اتجهتي من دراسه الاعلام للتجميل والتخصص في المجال ده، ومجال مختلف تماما عن مجال الاعلام، وما بين المجالين كواليس كتير جدا، حابين نعرفها من حضرتك. هو بالنسبه لل ما بينهم يعني انا كنت في المرحله الثانويه واتجوزت، وبعد ما اتجوزت استمريت. طبعا انا حابه المهنه دي من زمان قوي. التجميل ولا الاعلام؟ التجميل، لا التجميل. ما انا هقول لحضرتك، لان هنا انا اخدت الاعلام بعد ما اتجوزت وبعد ما جبت ولادي كمان. واخد بال حضرتك؟ فبقى عندي الحمد لله ولادي، وفي نفس الوقت كنت بدرس، وفي نفس الوقت كنت في نفس الحاجه اللي انا بحبها. طيب حضرتك، انا مش كل بنت ومش كل ست مثلا عندها المقدره ان هي تجيب الكريمات والماسكات، لان فيهم حاجات مكلفه وحاجات اسعارها عاليه وفي حاجات مش متوفره مثلا، او انا مثلا ممكن كبنت او كست ما تعرفش ان هي تستخدم اصلا الكريمات والماسكات. فاحنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه الطريقه او الطرق البسيطه اللي احنا ممكن اي ست او بنت تستخدمها بحيث ان هي تظبط برضو مكياجها او كلام من ده بدون استخدام كريمات او ماسكات. والله بص، هو في كذا طريقه بالنسبه للماسكات. يعني احنا ممكن بحاجه بسيطه جدا موجوده عندنا في البيت، يعني ممكن نجيب مثلا البن العادي ده خالص، وممكن نضيف عليه معلقتين لبن رايب ونقلبهم كويس جدا، ونبدا نحطهم على بشرتنا لمده من ربع ساعه ل 20 دقيقه. بعد كده بتبص تلاقي بيدي نضاره، بيدي شد للبشره، ممتاز جدا. وفي حاجه كمان اللي هو الزبادي مع العسل، مع العسل برضه حلو قوي للبشره الدهنيه، وحلو قوي للبشره اللي بعد التجاعيد عن البشره. يعني طيب بما ان البن على فكره ليه طريقتين يا فندم، هتلاقي لا ليه طريقتين، ممكن تاخده بن، لا ليه طريقتين يا فندم، ممكن تاخده وهو بعد ما نشرب القهوه ما ترميش البن اللي باقي، بيتاخد وبيتعمل بيه ماسك وصنفره كمان للبشره. هي ست مميزه في ان هي بتدخل المطبخ تجيب اي حاجه منه تحطها اي حاجه في المطبخ عندك. بتقدري تستفيدي، حتى الكركم بتقدري تستفيدي منه، كل حاجه موجوده في المطبخ عندنا. مش من الحاجات الطبيعيه بتكون افضل كتير جدا من الحاجات اللي هي اللي بيبقى مصنعه. طب بما ان حضرتك دخلتي في البشره الدهنيه والبشره الجافه، فكتير قوي مننا كبنات او كستات ما تعرفش نوع بشرتها سواء دهنيه او جافه او مختلطه، فهل في طريقه بسيطه او اختبار بسيط نقدر اننا نعرف بيه نوع بشرتنا؟ لاننا ساعات بنستخدم كريمات او ماسكات مش ملائمه لنوع البشره، فبيرجع لنا الضرر احنا على بشرتنا. لا، هي لو بصت لقيت الدهون موجوده عند منطقه الانف، ولو لقيت الدهون موجوده عند منطقه الدقن، عند منطقه الجبهه، دي تعرف ان هي بشرتها دهنيه. ولو هنا برضو بيبدا يطلع حبوب، دي بشرتها دهنيه. لما تبص في البشره المختلطه بتبص تلاقيها جزء فيها في نسبه قشور خفيفه، وجزء تاني ونسبه الدهون، وفي جزء تاني بيكون طبيعي ناتشرال. يعني دي المختلطه، دي المختلطه. اما بالنسبه بقى للبشره الجافه خالص فهي بتعمل قشور، فكل والبشره اللي هي الدهنيه. انا قلت البشره الدهنيه اللي اتكلمت فيها.
طيب هو بالنسبة للوقت اللي طبقا لكلام فاطمة ان البشرة بتختلف دهنية وجافة وزي ما حضرتك وضحت لنا الوقت، تمام. اكيد طبعا انا لو استخدمت نوع كريم غير مناسب لبشرتي اكيد هيبقى له تأثير سلبي، اكيد فاحنا طبعا. فاحنا طبعا عايزين نعرف من حضرتك ايه ممكن لو استخدمت كريم غير مناسب لبشرتي ممكن مثلا ايه الاضرار بتاعته او ايه التأثير السلبي بتاعه؟ لا هو بالنسبة للكريمات هو لازم ناخد الحاجة اللي هي يكون موثوق منها كويس جدا، ما ناخدش اي حاجة، لان طبعا الحاجات دي مصدر خاص بالذات يعني في الحاجات اللي هي الخاصه بالبشره مستر خاص فيها، اخد الحاجه وبرده هو مش لا بالغالي ولا بالرخيص، بس المهم الجوده المناسبه للبشره، الجوده المناسبه. ده بالنسبه للكعلاجات ولا بالنسبه كفاونديشن؟ كعلاجات وفاونديشن حضرتك بقى هو بالنسبه للميك اب، الميك اب عموما، الميك اب عموما اهم حاجه تركزي عليها قوي الفاونديشن، يعني اللي نركز عليه قوي هو الفاونديشن. ليه؟ عشان هو اول طبقه بتتحط على البشره، لو ما كناش ان احنا بينحط على البشرة مباشر بيقعد فترة طويلة، فالصح ان احنا نشوف الجودة المنتج، جودة المنتج ونحطه. طيب المشكلة الكارثية عند كل البنات وكل الستات الهالات السوداء اللي تحت العين، دايما احنا بنداريها بالميك اب، احنا عايزين طريقة طبيعية تخلينا نتخلص منها تماما او نعالجها يعني اقل حاجة بالوقت. والله بصي في حاجة بسيطة جدا جدا، يعني نجيب يعني ابسط حاجه نجيب الخيار المثلج، يعني نحطه في الفريزر، نقطعه ترانشات بسيطه جدا زي البطاطس الشيبس ونحطه في الفريزر لمده 15 دقيقه. انا اعرف الخيار اول مره اسمع ان احنا لازم نحطه في الفريزر 15 دقيقه. لا معروف جدا الحمد لله، يعني بتحطيه في الفريزر لمده 15 دقيقه قبل ما تنامي، بينحط على العين، كل ما تبدا تبرد نحط واحده ثانيه، كل ما تبدا تقيل نحط واحده ثانيه لمده 15 دقيقه، نستمر على الموضوع 15 دقيقه ونستخدمه مثلا كم مره في الاسبوع؟ وتسيب الميه بتاعته اللي موجوده تسيبها على عينيها. كم مره في الاسبوع؟ طيب عشان نلاقي النتيجه من مرتين لثلاث مرات. طب ده ممكن يطول مثلا معانا، يعني مثلا ممكن اقعد في الموضوع ده شهر مثلا عمل هلال بتروح ولا هو لازم باستمرار؟ لا بصي يا فندم، احنا مشكلتنا ان احنا بنستمر على الحاجه اسبوع اسبوعين ونرجع نسكت. بتكلم على كده؟ طيب اي حاجه اي علاج، احنا انا لو تعبانه مش هخف الا لو استمريت على العلاج بتاعي، فالبشره برضو محتاجه ان احنا نستمر، احنا لو استمرينا خلاص هتلاقي النتيجه، يعني سواء البشره او سواء الشعر لازم من 3 شهور لست شهور، من 3 شهور لست شهور. تمام، وطبعا مع الاستمرار طبعا، يعني مستمر يعني على طول ما نكسلش، يعني مثلا ممكن اعمل اول اسبوع مثلا اول اسبوعين 3 مرات ورا بعض، ممكن اعمل مرتين، ممكن بعد كده ان شاء الله اعمل مره واحده، بس المهم اني ما بطلش. هو موضوع الكسل حتى يا اسلام والله احنا في الشتاء احنا في الشتاء بنكسل نعمل اي حاجه، فبس تلاقي الواحد بيكسل يوم يروح الشغل اصلا في الشتاء، مش بيكسل حتى ان هو يعمل خيار ساقع بالظبط. لا والله قبل ما تنام، مش الصبح، قبل ما تنام. لا هو عموما لان الماده أصلاً احنا عايزين الماده تفضل موجوده على العين. والله هو عموما الواحد بيبقى في اخر اليوم اصلا بيصلي العشاء وبقى داخل تحت البطانيه وعايز يستخبى تحت مش عايز يعمل اي حاجه ثانيه ولا خيار ولا طيب حضرتك طبعا مع تقدم السن ومع تقدم العمر بتظهر العلامات على الوش، التجاعيد طبعا العلامات ظهور كبر السن على الوجه عموما، سواء عند البنات عند النساء او عند حتى الرجاله برضه. والله احنا عايزين نعرف لو طرق بقى لو تفيد الرجاله اكتر كمان عشان الحاله ما تبقاش نسائيه فقط. عشان ما تبقاش نسائيه برضه. لا بص احنا مش نستنى لما نكبر، احنا ما نستناش لما نكبر عشان نهتم ببشرتنا ونعتني بيها، المفروض العنايه بالبشره من البدايه، يعني من بدايه انت وصلتي، كل ما اهتميتي ببشرتك اكتر كل ما اديتيها هتبصي تلاقيها دايما شبابيه حتى لو كبرتي، يعني حتى لو كبرتي انا هتبقى شبابيه. الحمد لله رب العالمين عندي بناتي ما شاء الله. انا اتفاجئت انا نفسي اتفاجئت الحمد لله، الدكتوره ريهام، الدكتوره رانيا، الباشمهندس محمد ما شاء الله. هو الاهتمام بالبشره حاجه كويسه جدا يعني. طبعا. طيب على غرار الاهتمام بالبشره احنا عندنا الماسكات الطبيعيه والماسكات الصناعيه، زي ما قلت من شويه ان احنا كبنات او كستات بندخل المطبخ نجيب اي حاجه نحطها على وشنا ونقول لا احنا نلجا الى الطبيعه اكتر. فايه الفرق بين الماسكات الطبيعيه والماسكات الصناعيه وايه المفيد اكتر لبشرتنا؟ هو بص ده ليه ميزات وده ليه ميزات، احنا مش هنقدر ننكر ده، بس المواد الطبيعيه هي موجوده في كل بيت، يعني هي موجوده في يعني انا اقدر اعمل، حتى لو انا ما عنديش استطاعه ان انا اروح اجيب حاجه مثلا تكون مثلا فلوسها عاليه شويه، لا انا ممكن اجيب حاجه بسيطه من بيتي واعملها، يعني مثلا عندك حاجه بسيطه جدا، الخميره. الخميره حلوه قوي قوي للوش الضعيف، لو عايزه تعملي يعني نفخ للخدود، يعني اللي مال يعني ايوه بالظبط كده المعلومه او مثلا عايز تشد لبشرتها، هو حلو قوي وبيدي نعومه،
بيدي شبابية الخمير. بيدي لا حلوة طيب حضرتك جدا. ايه المواد الطبيعية اللي لو حضرتك بقى تسردها لنا كده كل حاجة مثلا حاجة طبيعية وايه فايدتها على البشرة؟ يعني انا بشوف ناس بتحط قشر رمان وبرتقان وحاجات غريبة يعني لا 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 مش قشر رمان ولا حاجة لا 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 استنى لما ينشف ده معرفش بتطحنه ومعرفش بتعمل عمل ولا بتعمل بوش يعني لا حاجة زي كده يعني لا لا يا فندم بس بص هو يعني بص احنا ابسط حاجة زي ما قلنا قبل كده ابسط حاجه عندي بدل وانا باكل الزبادي اخد منها معلقه واحط عليها معلقه عسل ابسط حاجه بشرب القهوه اخد الطفل بتاعها واعمله بمعلقتين لبن الرايب واحطه على بشرتي في عندنا برضو واول حاجه لازم تستخدمها اول ما تصحى من النوم سواء ست او راجل على فكره يعني اول ما تصحى من النوم خلي عندك ميه الورد ميه الورد محطوطه في الثلاجه اول ما نصحى اول حاجه نعملها لازم نبخ وشنا بيها وقبل ما ننام نفس المشكله نفس الموضوع نفس الموضوع دي بتدي كده نضاره للبشره وجمال يعني وحتى سمعت مره معلومه قبل كده ان البنت اول ما تصحى من النوم لازم تشرب ميه على الريق من غير ما تاكل اي حاجه لازم تشرب ميه فده بيبقى كويس جدا للبشره يعني هي كمان بيقولوا ميه لو ميه دافيه يعني لو ميه يعني تتحملي ان انت تشربيها برضو دي مفيده جدا دي حتى حلوه قوي للتخسيس كمان وحلوه قوي حلوه كل حاجه هي عموما الميه في كل احوالها مفيده للجسم وللبشره وللصحه والمفروض احنا تبقى عاده نجيب اي حاجه متعودين عليها نملاها ونخليها جنبنا نجيب الازازه بتاعتها ونحطها جنبنا ازازه الميه اللترين دول لازم نشرب منهم يعني رتلين ولترين ازازتين اللي هي الكبيره يعني 4 لتر ميه في لا الاساسي اللي هي لتر ونص تقريبا يعني هي مفيش حاجه كامله كده كده عادي مفيش حاجه كامله انت بتقولها انت متاثر قوي كده ليه انا بقولها متاثر هو كده كده مفيش لترين لترين يعني لتر يعني احنا ازازتين ميه لازم نشربهم في اليوم كتير برضه ازازتين ميه ما للاسف عشان ما تحسش بيها خليها جنبك كل شويه اشرب شويه كل شويه اشرب شويه طبعا مش بديل للعصير يعني هي الميه اساسيه لكن العصير ده مش موضوعنا طبعا خالص. لا العصير يعني في ناس بتستبدل الميه بالعصير اي حاجه فيها سكريات بتضر البشره اي حاجه فيها سكريات بتضر البشره فاحنا ليه ندور على العصاير وليه ما ندورش على الميه الحاجه اللي تفيدنا ما هو من باب اولى بدل ما اشرب العصير اشرب الميه على الاقل هتعمل كل هو حاجه كده كده طبعا الجسم كامل اصلا يعني مش سموم بيجي وقت عايزه تشرب عصير بيجي في مناسبه هو بتبقى حاجات يعني ضروريه طيب حضرتك المشكله الكبيره اللي بتقابل الناس كلها شباب وبنات بقى دي مش بنات بس ولا شباب بس اللي هي موضوع حب الشباب بقى طريقه كده نتخلص من يعني الهالات اللي هي النمش وحب الشباب لا بص هو النمش للاسف يعني العلاج بتاعه دايما مؤقت يعني دايما احنا لما بتستخدم له حتى بالطريقه الكيميائيه اللي هي مثلا تقشير او كده بيروح وبيرجع تاني مفيش حاجه اسمها النمش يروح خالص تمام لكن حب الشباب عالجه بال يعني حب الشباب ما بيرجعش تاني لا حب الشباب لو راح ما يرجع انا ما استناش لما الاقيها عملت الحبايه لدرجه ان هي تعمل لي في حفره لا لاني انا لو عندي الحبايه ما المسهاش حبايه في وشي ما المسهاش لاني مجرد ما لمستها كترت الحبوب في وشي بالاضافه اني هتبدا تعمل يعني انفكشن يعني وبتسيب علامات اعتقد ما بتسيب اثر ما هو اثر الحفر دي هي اثر الاثر اللي هي بتسيبه من الحفر اللي هي يعني اهم حاجه انا عندي حبوب يا احط لها حاجه تنشفها كريمات تنشفها او ما اجيش جنبها خالص يفضل يعني طيب لو دخلنا بقى على الميك اب شويه فاحنا بنواجه كارثه غير طبيعيه اننا واحنا خارجين في اي مشوار او رايحين اي مناسبه وحاطين ميك اب معين فبنخاف يحصل له حاجه في الطريق فبنضطر اننا ناخد كل ادوات الميك اب معانا في الشنطه ما بالك لو الشنطه صغيره شويه فمش هتاخد كميه الادوات بتاعتنا احنا طبعا حاجات كتير قوي في الميك اب فمن وجهه نظر حضرتك ايه الادوات الاساسيه اللي لازم البنت تعتمد عليها وتكون في شنطتها لا غنى عنها انت عارفه حضرتك هقول لحضرتك على حاجه احنا بالنسبه لنا احنا لو حطينا رموش وحطينا روج ومشيتي هتلاقي نفسك كانك حاطه فول ميك اب لكن انت دايما احنا ما بنستغناش عن الروج وما بنستغناش عن البلوشر هم دول اللي دايما يبقوا في شنطتك يعني هم دول اللي بيخفوا شويه مع الوقت اما لو احنا هنحط في الشنطه كل حاجه يبقى خلاص بقى والله بنعاني يعني واحنا خارجين طب احنا ناخد ايه ونسيب ايه حاجه غريبه في الاساسيات فقط نخليها في الاساسيات يعني او مش النهارده مثلا بحواجب بعد كده برموش لا 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 غيري كده لا مش ده كل يوم ناخد حاجه بقى لا عادي غير مش شرط مش لازم بقى الميك اب كامل يعني ناخد بنصايح اسلام
طيب طبعا حضرتك منتجات التجميل كلها ما بتبقاش نفس الجوده اكيد طبعا. المشكله ان التقليد طلع كتير جدا. تمام. يعني احنا عندنا في السنتر هناك يعني لازم نبقى عارفين احنا جايبين ايه ومنين وازاي، يعني ما ينفعش. وطبعا الكل بالذات كريم الاساس، يعني انت عندك كريم الاساس، لو الكريم الاساس مش صحي ما تجيبهوش. اللي هو الفاونديشن. الفاونديشن دارس انا على فكره. ايه المعلومات العظيمه؟ لا دارس، امال ايه، انا مذاكره قبل ما دارس اكتر مني. لا ده انا دارس. لا يلا بثقه الفاونديشن طبعا. لا ما شاء الله. لا انت تخرج من الحلقه دي النهارده يعني عندك اشتغل في الميك اب ارتست. هطلع انا من الحلقه دي اشتغل في الميك اب ارتست. المفروض. طيب لون الروج بقى، احنا برضو لما بنخرج، يعني انا بتكلم في الحاجات الكارثيه النهارده، احنا دايما لما بنخرج بنحرم نفسنا من الاكل والشرب عشان دايما بنحس ان لون الروج بيتغير بعد ما بناكل حاجه، ازاي نثبته؟ لا والله بصي هقول لحضرتك على طريقه حلوه قوي، احنا ممكن نحط الكريم الاساس ونحط روج خفيف قوي ونثبته بالاي شادو. بالاي شادو؟ يعني بالاي شادو. الاي شادو، انت لو حضرتك خدتي الاي شادو اللي هو المخمل الدرجه الفاتحه اللي تكون افتح من الروج شويه، هتبصي تلاقيه قاعد معاكي فتره طويله جدا من غير ما حتى ما يتحرك من مكانه. انا سمعت عن ايشادو ده قبل كده بس يعني ما جربتوش. لا هعملها لكم الحلقه الجايه ان شاء الله وبنشوفها مع بعض وبتبقى هتعجبك جدا. في بنات تقريبا بيثبتوه بالباودر المضغوطه دي. لا ده قبل ما بتحطي اللبس، قبل ما تحطي الروج. ده بيكون قبل. احنا دايما لازم بنحط الاول كريم الاساس على الشفايف وبعد كده بنبدا نحط عليها الروج الخفيف او اللوس او الـ الروج، يعني الروج المناسب الخفيف مش الفاتح مش الغامق، ونرجع بعد كده اخد برضو من اللوس بودر واروح حط عليها. دي فعلا على تجربتي فعلا ثابت جدا وحتى بيدي منظر حلو. طب لازم نرطب الشفايف قبل ما نحط الروج؟ طبعا. طبعا لازم. لازم طبعا لازم. ده برضو موضوع بنات كتير ما تاخدش بالها منه. لا وعلى فكره العسل مع السكر لو جينا عملنا بيه الشفايف بيخليها يعني بيطريها وبيديها لمعه وبيحافظ عليها. طب بما اننا رحنا للعسل بقى، البشره نظامها ايه مع العسل؟ عسل ابيض. البشره احنا ما نقدرش نحط العسل مع البشره في كل الحال، في كل الحالات، يعني مثلا بنتي تجيني في عمر ال20 اقول لها لا ما تحطيش العسل. 30 40 وانت طالعه اقول لها حطي العسل. بس هو العسل مفيد بس بيشد البشره للي محتاجين شد للبشره. يعني فوق سن ال30. فوق سن ال30. ده انا 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 احب كده يعني. ليه؟ لان هو الطبيعي ان انا بشرتي بتكون نضره، احط لها الزبادي، احط لها الخميره لو انا عايزه وشي يبقى نضر. واهم حاجه والله اول ما تصحى وقبل ما تنام حاجه بسيطه جدا، يا تعملها مكعبات تلج اللي هي ميه الورد، يا اما تعملها بخاخ. ده تعتبر تخلي ده نظامها اليومي لو هي فعلا عايزه تحافظ على بشره نضره. تمام. يعني واحنا بنتابع في ايام وايام تانية بنفقد الامل فما بنعملش اي حاجه. هو المشكله ان ما فيش، بس ما بيبقاش فيه اهتمام او فيه متابعه من الاول، فممكن تعمل حاجه مره او اثنين او ثلاثه او اسبوع وبعد كده لا. وفي ناس كمان مثلا تعمل ماسكات وكده هي اول مره فتقول لك ما جابتش نتيجه، طب مش هعمل تاني. في ناس فعلا. لا يعني انا عندي في الـ في الـ في الـ في, الـ في السنتر هناك، عندي في السنتر هناك كان عندنا الايروبكس، كانت تيجي تتحمس اول شهر اول شهرين اول، وابص الاقيها تيجي مثلا عايزه تعمل الماسكات للشعر بتلاقي نتيجه حلوه الحمد لله رب العالمين، يعني الماسك بيبقى كويس جدا من بدايه اول استعمال وتاني استعمال بتحس بفرق جامد. لقت فرق بتروح مكسله، ما هو انت لازم عشان يكمل الفرق لمدى طويل لازم تستمري فتره. يعني اول مره اول شهر بنعمل مرتين 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 في الاسبوع، بعد كده مره واحده، بعد كده ممكن بقى تعملي كل اسبوعين مره كمتابعه ليكي عشان نلاقي نتيجه في الاخر. بالظبط كده. لكن ما لقيت تغيير بتقوم قاعده خلاص، بتقوم قاعده خلاص كده. لا احنا ساعات بقى بنجيب الماسكات نحطها في الثلاجه. طب ها ما اثرتش فينا ليه؟ احنا عايزين، المشكله ان احنا متسرعين عايزين النتيجه دايما. بالزبط. في اي حاجه في اي استخدام عايزين حاجه سريعه، نتيجه سريعه. انا بتكلم لحضرتك. كلنا للاسف. والله وفي اي حاجه وفي اي مجال. كلنا للاسف. وفي اي مجال، حتى لو بيروح الجيم مثلا يخسر. لا بس طب انا هعالج، طب هعالج بشرتي ازاي او هعالج شعري ازاي؟ ما انا لازم ان انا يعني يكون عندي طوله بال يعني. أشعة الشمس طبعا برضو بتأثر على البشرة جامد، تأثير جامد. طبعا الواقي الشمس ده أساسي، ده أساسي، ده أساسي. واقي الشمس لازم تحطه قبل ما نخرج ولا لا؟ حتى وانت في البيت. احنا في البيت والله، حتى وانت في البيت حتى لو مش معرض لأشعة الشمس. لا لا ما احنا عارف حضرتك أشعة الشمس تخش لك من الإزاز. طبعا. أشعة مهمة بقى عشان البخار ست البيت بتدخل تعمل أكل بتعمل كده بيطلع لها بخار، فكل الحاجات دي ما بتأثر على بشرتها.
تحطه وتسيب نفسها، يبقى كل ساعتين ثلاثه تحطه مره، كل ساعتين ثلاثه تحطه مره. ده اللي هو كريمات، وهو سعره مش عالي يعني، بس هو محافظ على البشره جدا يعني. طيب درجاتنا اللونيه في البشره كل بنت وكل ست بتختلف في لون بشرتها عن الثانيه، فدايما البنات بيستخدموا درجه الفاونديشن مش ملائمه لدرجه بشرتها او للون بشرتها. ما دي اكبر غلط. فازاي تستخدم الفاونديشن دي اكبر إيه؟ انا اجيب الحاجه اللي اغمق من بشرتي شويه، ما اجيبش الافتح اللي اغمق شويه، اللي اغمق درجه من يعني بشرتي. مش اللي اللون اصلا انا سمعت ان في كريمات اساس بتغمق بعد ما نحطها. لا ما لا ما فيش يعني، لا انت احنا كريم الاساس بنثبته، لا احنا كريم الاساس بنثبته باللوس باودر، بنثبته باللوس باودر. لكن هو ما بيغمقش، هو بيحافظ على اللون بتاعه، ولو غمق ما بيغمقش بالدرجه الفتره يعني، درجه غمقانه ما بتبقاش للدرجه اللي انت تقولي انا اتمريت. لا ما اصل انا لو جبت افتح من درجه بشرتي هبقى ماشيه مهرج يعني، فمش هينفع. تمام، يعني اغمق من درجه يا نفس درجه بشرتي يا اغمق، يا نفس الدرجه بتاعه بشرتي بالظبط يا اغمق. طب بالنسبه للبخار بقى والبثور اللي بتكون في الوش، انا برضو في معلومه سمعتها ان البنت لما تعمل بخار حمام بخار لوشها ده غلط. لا بص هقول لحضرتك، في بعض البنات بيحبوا يعملوا الموضوع ده، تقول لك كل يومين ثلاثه الموضوع دوت يعني، انت يعني لو هتعمليه مره يعني البخار بالذات لازم كل شهر مره، كل شهر كل شهر مره، ما يزيدش عن كده. في بعض احنا عندنا في السنتر بصراحه يعني، احيانا تيجي مثلا العروسه عايزه تعمل حمام زيت وعايزه تعمل تنظيف بشره، عايزه تعمل تنظيف بشره مرتين ثلاثه يعني. طب انت فرحك امتى يا بنتي؟ انا فرحي مدام هويده مثلا بعد شهر. طب انت يعني عايزه تعملي مرتين ثلاثه في الشهر ده عشان تدمري بشرتك؟ هو طبيعي ان حضرتك ما فيش حد عنده فكره طبعا يعني. الوقت في بعض الصنات بتقولها، في بعض الصنات بتقولها اوكي اوكي تعالي فرصه، لكن لا الامانه في المواضيع دي الامانه مهمه جدا. مش كل الناس زي بعضها، وبعدين برضو انا يعني المفروض كبنت حتى المفروض يبقى عندها على الاقل الاساسيات اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، ان المفروض البخار كل شهر مثلا. ما هي مش بتعمل بخار بس، لا هي مش بتعمل بخار يعني بس، هي بتعمل بخار يعني وصنفره. انا فاهم، انا بشرتي ما تستحملش صنفره كل مرتين في الاسبوع، ما تستحملش. طب العروسه بقى تعمل تبتدي ان هي تهتم قوي ببشرتها كده قبل الفرح مثلا بقد ايه؟ المفروض يعني يوم يعني المفروض من بدايه ست شهور يعني، المفروض انا اتخطبت، انا اتخطبت خلاص وعارفه ان انا اتخطبت. لازم من بدايه ست شهور، مش تيجي قبل الفرح بشهر وتقول لي مدام هويده انا عايزه اعمل كذا وكذا وكذا، الصالون الفلاني قال لي هعملهم. اقول لا، انت محتاجه لواحد اثنين ثلاثه، كل اللي انت بتقولي عليه ده انت مش محتاجاه. انت محتاجه ان انت تعملي تنظيف البشره. احنا دلوقتي طالما خلاص انت قدامك شهرين، احنا هنعمل تنظيف البشره مرتين ميكس يعني، اقصى حاجه اعمله لك ثلاث مرات، اكتر من كده ما اقدرش. لان انا في الطبيعي احبه كل ثلاث شهور كمان، لان تنظيف البشره العميق لا بيحتاج، ما اقدرش ان انا اعمله. هو عشان كده، عشان مش كل الناس عندها نفس الثقافه ديت، او كبنت ما عندهاش فكره انها لازم تبدا قبل الفرح بامتى، ولا هي بتروح بس قبل الفرح بشهر وخلاص. عايزه تخلص على اخر شهر وخلاص، اخر شهر وخلاص وتخلص وخلاص. لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لازم العنايه. مش كل الناس عندها الثقافه، حتى من قبل ما تتخطب والله يعني، حتى من قبل ما تتخطب المفروض البنت عموما تهتم بنفسها وتهتم ببشرتها حتى من قبل الخطوبه. يعني انا اهتم بنفسي عشان راجل، طب اهتم بنفسي عشان نفسي. بالظبط، اهتم بنفسي عشان نفسي. بالظبط، صح. مش كده يا اسلام يعني، هعمل اشتغل انا في الموضوع. لا اكيد مش هنهتم بنفسنا عشان الرجاله يعني، لا انا اهتم بنفسي عشان نفسي. بالظبط كده، اهتم بانتقدك النهارده، اهتم بنفسي، اهتم بجسمي. ما مش مثلا انا عشان عندي اولاد احمل كل الحاجات دي. لا ما ينفعش. احنا قصدي، انا قصدي ان حضرتك مش كل البنات عندهم فكره ان انا لازم عشان اعتني ببشرتي مثلا قبل فرحي مثلا ان انا اروح قبل الفرح بست شهور. لا ده هو اخر شهر ده عموما هو اللي بيبقى فيه الشغل. هي دي المشكله بتاعت بناتنا كلهم على فكره. انا بتكلم في حضرتك، مش كله عنده نفس الثقافه ومش كله مهتم. حتى ممكن تلاقي حد مهتم ببشرته بس والله كمان. في بعضهم الحمد لله بقى تيجي تتابع معايا. طبعا. لا الحمد لله يعني، هو في كده وفي كده. لان بص يعني مامتها تيجي تقول لي انا بصي انا بنتي قدامك اهي، اعملي فيها اللي انت عايزاه. انا بنتي قدامك اهي، هي محتاجه لايه؟ اقول لها واحد اثنين ثلاثه، الاقيها تقول لي تصدقي راحت مش عارف فين وقالوا لها كذا وكذا وكذا. ليه؟ بصي يعني الموضوع ده بالذات يعني كبيوتي سنتر، لو انت مش هتشتهر بالامانه يبقى بصراحه ملهاش اي لازمه. لو انت بصيت للماده مش هتنجح، لو بصيت للماده لوحدها مش هتنجح. شوف ايه اللي قدامك محتاج له وقول له انا انت محتاج لكذا، لكن مش عشان تستفيد منه ماديا تاذيه.
ودول كتير جدا. لا لا تأذي لا حرام. لا انا الحمد لله رب العالمين والله بيجون من اخر الدنيا عشان الموضوع ده. لان احنا واثقين فيكي يا مدام هويده، يعني احنا عارفين انت مصدر ثقه بالنسبه لنا، فالحمد لله رب العالمين. 25 سنه ما هي سهله يعني. 25 سنه في المجال. بس طب مؤخرا البنات بيعتمدوا على موضوع تقشير البشره، هل ليه اضرار؟ لان انا حاسه ان هو بيضر، مش فاهمه ليه يعني. لو حضرتك تصححي لي المعلومه دي. هو بالنسبه لتقشير البشره كتقشير سطحي لا مش مضر، هو كويس، لان البشره بطبيعه الحال هي محتاجه تتجدد، بس يعني تجديد بس مش بص تلاقيها مثلا تقعد لي كل شويه انا عايزه احط وتجيب كريمات وتجيب خلطات، لا 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 لا، روحي عند متخصص يكون بيفهم في طبيعه وشك الاول. تروحي لدكتور جلديه تشوفي طبيعه وشك الاول هيقول لك ايه واستمري عليه. الصالون، الصالون ما هو الا بيكون الحاجات السطحيه مش الحاجات العلاجيه. واخده بال حضرتك؟ ممكن نقولها على نوعيه تقشير معينه تستمر عليها، بس بتبقى مره كل ست شهور. مره كل ست شهور؟ مرة ده كل ست شهور. ده السطحي. طب العميق بقى؟ العميق لا ده عند الدكتور مش عندي. لا العميق ده عند الدكتور يعني. بس يعني هل ليه اضرار برضو على البشره؟ والله بصي هو مش حكايه ليه اضرار، بس نتائجه مش بيرفكت. يعني نتائجه مش بيرفكت، يعني ما تلاقيش النتيجه اللي انت تتاملي بيها يعني. طيب وحضرتك عموما لما بينجي لك اي بنت او اي عروسه عموما داخله عشان خاطر تبداي ان حضرتك تشتغل عليها على اساس تجهزيها وكده، يعني احنا عايزين بس نعرف المراحل كده حضرتك شفهيا لحد باذن الله الحلقه الجايه اما نبدا نشتغل عمليا. ان شاء الله. تمام باذن الله. بص هي الاول بيجي لك الاتصال وبتقول لك انا بنتي جوازها طب امتى الميعاد؟ انا اهم حاجه عندي امتى الميعاد، التايم بتاعها امتى؟ فتقول لي مثلا قدامها 3 شهور. حلو قوي. لازم اشوفها. ما اقدرش اقول لك اي حاجه الا لازم اشوفها، طريقه تليفون لوحده ما ينفعش. طب. لازم اشوف البنت بشرتها فيها ايه؟ هل بشرتها دهنيه؟ هل بشرتها جافه؟ هل بشرتها مختلطه؟ هل بشرتها ايه المشاكل اللي هي حاسه بيها؟ شعرها ايه مشكلته؟ ممكن نغير في اللوك بتاع اللون، ممكن نغير في اللوك بتاع الموديل القصه بتاعت شعرها، ممكن نغير في اللوك بتاع المشكله، إن اشوف لو في حبوب ظاهره هبقى براحتي ان انا اقدر اديها الحل. وقت متاح. هقدر اديها الحل والحل هيعمل معاها نتيجه حلوه. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. محتاجين بقى نصايح للبنوته كده بشكل عام. مش لازم تكون مقبله على الجواز يعني. بص بالنسبه لنصايح البنوته ما تخليش البيت والاولاد يلهوكي عن طموحك، يلهوكي عن الحاجه اللي انت بتحبيها. يعني انا في البدايه انا كنت فاتحه صالون صغير وكنت حلو قوي وهنا في مصر يعني، والحمد لله كنت معروفه فيه جدا. لما جيت اتجوزت بقى وسافرنا الطموح ده معايا، وجيت قعدت فتره حوالي لما اولادي وصلوا مثلا لاولى متوسط، اولى ثانوي، اولى اعدادي، طب انا ليه ما نميش من نفسي؟ يعني ليه ما اخشش يعني اثقف نفسي؟ طب هثقف نفسي ازاي؟ طب انت اتجوزتي وطلعتي من الثانويه. طب هتثقفي نفسك ازاي؟ لا هثقف نفسي بان انا ادرس، بالاضافه ان انا برضو مش هسيب الحاجه اللي انا بحبها. تمام. اللي هي مجال الميك اب، مجال المراه عموما. طيب. مجال المراه عموما، سواء ميك اب سواء تسريحه، كل اللوك بتاع المراه انا احبه. تمام. وعشقاه يعني من وانا صغيره. وطبعا يعني الموضوع كان صعب قوي بالنسبه لي، اني بس الحمد لله بفضل الله وللوالده والوالد الله يديهم الصحة يا رب ويحفظهم، ساندوني كتير قوي قوي، ولولاهم فعلا انا ما كنتش بقيت هويدة. لولاهم فعلا بنتوجه لهم بعد ربنا طبعا. طبعا طبعا شكرا طبعا طبعا شكرا شكرا طبعا جزيلا وهم على راسي تاج يعني، ربنا يديهم الصحة ويحفظهم يا رب. الله يبارك فيك. لولاهم برضو ما كنتش عرفت اعمل بصراحة يعني، ما مش يعني الواحد ما ي... لان البيت زوج طبعا اولاد للحياه نفسها. اولاد لا، وانت مش عايز تطلعهم اي كلام بقى. طبعا ما لازم انت عايز تطلعهم حاجه صح يعني. مش اي كلام، مش ههتم بالشغل وفلوس وبعد كده اسيب الاولاد، لا طبعا ما ينفعش. صح. فالحمد لله رب العالمين بديت بقى ايه يعني نشجع بعض انا وهما. اما جيت نزلت القاهره انا عايز اخش كليه ايه، فجيت جامعه القاهره. فلقيت احب حاجه لقلبي الاعلام. لا بجد. طيب. كان احب حاجه لقلبي حقيقي يعني،
ورحت قالوا ده في اختبار مقابله وهي الدكتور لازم يقابلك عشان يقى لا في يا جماعه وبيسال اسئله ثقافيه اهلا طيب ماشي وبعدين اختبارات عاديه دي اختبارات عاديه بس كان نظام قديم اعتقد يعني ما كانش على ايامنا هو رجع تاني دلوقتي بس ما كانش على لازم لا كان لازم فالحمد لله دخلت المقابله كان في ناس كتير قوي قوي ودخلت المقابله الحمد لله نجحت فيها وبديت اول سنه بقينا نعمل بقى ايه انا والولاد ها مين اللي هيجيب جيد ومين هيجيب جيد جدا ومين هيجيب ممتاز مين وفعلا الحمد لله بقينا التشجيع بقى ليا وليهم والحمد لله نجحت في سنه اولى بجيد جدا وسنه ثانيه بجيد لا معلش سنه اولى جيد سنه ثانيه جيد جدا وسنه ثالثه جيد وسنه رابعه اللي هي 2009 كانت جيد جدا الحمد لله تقريبا نفس الخريجه نفس الدفعه اول اتخرجت بعد ورا كده الحمد لله والحمد لله فزت برده ده يعني ما نسيتش الحاجه اللي انا بحبها يعني أنا موضوع الميكاب ارتست ده بيعتمد اكتر على الموهبه بقى ولا في مثلا دورات دراسه في لا دراسة. لازم دراسه لا لازم دراسه الدراسه حلوه قوي مع العملي مش دراسه نظري يعني الشغل بتاعنا ده محتاج العملي اكتر من نظري اي دراسه اي من وجهه نظر اي دراسه في الدنيا اي مجال لازم الشغل العملي طبعا طبعا لان الشغل النظري يعني ده مجرد كلام هتحفظوه هتنسيه لا يعني انا احيانا كان انا كنت بدرس في هيئه الاغاثه الاسلاميه هناك في السعوديه والحمد لله بنات كتير حلوين طلعوا يعني انا بقول لها انت بصي الشهاده دي ما تبصيلهاش انت بصي للي اهم من الشهاده ان انت ازاي تعرفي تطلعي حاجه الكل يقول واو ايه اللي انت عملتيه ده بس هم باين في دول الخليج عموما بيعتمدوا على رسم الحنه اكتر وكلام لا 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 ده هناك لا لا ما شاء الله لا 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 يعني هناك الميك اب على احلى مستوى الستايل الشعر على احلى مستوى يعني اللبس على احلى مستوى يعني بصراحه لا لا لا, لا بالعكس ليه حضرتك دي حاجه احنا فاهمينها غلط لا طب ليه حضرتك ما كملتيش في مجال الاعلام؟ لاني انا حابه المجال التجميل مجال التجميل موهبه اصلا من زمان مجال يعني التجميل انا حبيته قوي وعندي في الصالون هناك البنات كلهم كانوا حتى ما يجوني من الفلبين ولا يجوني من بيروت ولا يجوني من كنت حتى اللي الاقيها ناقصه في الشغل كنت بدربها عليه يعني كتير قوي كانوا يجوا مش عارفين حاجه طب انا لو واحده مش فاهمه وما عنديش خبره مش هعرف اعمل حاجه مش هعرف اطلعها يعني لازم برضو الموهبه تكون موجوده وبرضو في المدرسه طبعا ما تفتحيش حاجه ما تستمر عايزه تستمري لازم يكون عندك الخلفيه ما تفتحيش عشان هي هتكسبني لا انت افتحي عشان انا عايزه اطلع ارتقي عايزه اكبر ما انا بحط في الاساس قدام الموهبه ان انا عايزه ابين موهبتي الاول انا بعد كده انت لو عندك موهبه هتلاقي مكانك نجح يعني انا مثلا عندي البنات لما يجوا يشتغلوا مدام هويدا احنا عايزينك تقفي معانا لازم تيجي تقفي معانا فانا لما بقف معاها الاقي اي غلطه اعملي كذا لا اعملي كذا اعملي كذا كده يعني وافضل حاجه ان حضرتك حابه المجال نفسه طبعا طبعا فبتطلعي ابداعك بقى طبعا الحمد لله رب العالمين طب اللي بتجي لك حضرتك اللي جايه تشتغل في الصالون او في السنتر عموما معلش انا اسف لا 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 لا, لا, لا في السنتر بتبقى يعني ايه الاساسيات اللي انت لازم تلاقيها موجوده فيها الاول عشان تبدا ان انت تقبلها تشتغل عندك لان طبعا سنتر زي برايت سنتر اكيد له اسمه واكيد طبعا مش اي حد بيشتغل فيه ربنا يحفظك تمام فعايزين نعرف ايه مثلا الاساسيات اللي انت بتدور عليها الاول في البنت اللي جايه تشتغل مع حضرتك البراعه الشطاره تمام ال ال الخفيه انها تكون سريعه شغلها يعني لازم على الاقل يبقى عندها فكره عن المجال ولا انت ممكن تعلمها من الاساس اصلا الشغل لا الميك اب انا اللي بعلمهم من الاساس دول اوكي مفيش مشكله هي جاياني ناقصه يعني ناقصه شغل ناقصه تدريب طبيعي ان هي مش هتبقى مهمه ناقصه تدريب لا دي هي بتجيني ان هي انا بمجرد ما بشوفها بتشتغل بقى انا لازم اعملها تيست اكيد طبعا انا بتكلم عليها مجرد ما بشوفها من بس ماسكه البروش اعرف اذا كان اوكي ولا لا مجرد ماسكه يعني خبره 25 سنه يعني خبره اكتر يعني خبره 25 سنه طب حضرتك تتطلعي ان انت تعملي دورات تدريبيه لل عملت الحمد لله عملت يعني بالفعل حصل عملت فعلا بالفعل طب في حاجه مستقبليه مثلا او خططك ايه في لا ان شاء الله لا ان شاء الله انا مستمره في الموضوع الحمد لله والصالون بتاعنا اللهم لك الحمد يعني معروف الحمد لله ممكن نشوف فيديو يا جماعه من فيديوهات الصالون معانا لو في فيديو متاح احنا عرضنا الفيديوهات وممكن نعرضها تاني لحضرتك برضه للساده المشاهدين لو الفيديوهات متاحه يا جماعه. طيب وعموما مجال الميك اب ده مجال متعدد جدا الشعر برضه له مجالات تانيه مثلا مجال الشعر برضه له دراسه تانيه ولا طبعا
يعني كل حاجه لها كل حاجه ليها السيستم بتاعها. كل حاجه ليها السيستم بتاعها. يعني مثلا في 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 واحده بتيجي شامله كل حاجه. يعني الحمد لله انا عشان درس هنا ودرس هنا ودرس هنا ودرس هنا فتلاقيني يعني انا رحت دبي ما بقولش ان انا اعرف كل حاجه، لا انا عايزه اتعلم اكتر. انا بعرف الحمد لله بس عايزه اكتر وعايزه اكتر، لان اللي هيقول انا بعرف اعمل كل حاجه يبقى مش هتعرف تعمل ولا حاجه. صح. هو اللي مفكر نفسه فاهم كل حاجه. لا لا طبعا ما ينفعش، بالذات في المجال ده، لان المجال ده بالذات كل يوم فيه جديد، سواء مجال الميك اب او سواء مجال الشعر او سواء مجال الفاشن، كله جديد. يعني انت ممكن تنامي وتصحي الصبح تلاقي في حاجه ثانيه طالعه لك جديد. بالظبط. لازم تبقي متابعه بقى كل صيحات الموضه وكل الشغل اللي جديد. طبعا 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 حتى بص الاقي دوره تبع خبراء امريكان جايين في الشعر في الصبغات في ده، اروح ما اقولش لا، اتدرب انا عندهم واي اعلم بناتي. الكلام ده من سنين مش من دلوقتي، الكلام ده من سنين. دلوقتي اروح احضر، يعني خدت جوائز الحمد لله رب العالمين. طيب تمام. اللهم لك الحمد. والحمد لله يعني احب دايما اشوف في تكه هنا انا لا عايزاها، في تكه لا عايزاها، او حتى لو مش عايزاها عايزه اشوف هي بتعمل ايه. واضح ان الفكره كمان ان حضرتك ملمه بالدورات وملمه يعني متابعه الموضوع واخده الموضوع بالجديه. زي ما انا بدي دورات، زي ما انا بدي دورات، انا برضو مش عايزه اقف، ان انا مش عايزه ادي لنفسي الاحساس، مش عايزه ادي الاحساس ان انا مش عايزه اتغرف نفسي، يعني مش عايزه ادي لنفسي الاحساس ده. انا بكلم حضرتك مش مجرد ان هي موهبه واشتغلت بالفعل بيها، لا ده انت بتحاولي تطوري من نفسك كمان. يعني الموضوع بجديه جامده، بجديه جامده، مش مجرد موهبه او شغل او لا ده طبعا. وحتى يعني حابه المجال جدا لدرجه ان انت متابعه الدورات ومتابعه والحضور اكيد الحمد لله. طب انا شفت لحضرتك شهادات كتير جدا، حابه تكلمينا عنها. يعني في البدايه خالص كان اخذت شهاده تبع شركة جيوكو. شركة جيوكو دي كانت تبع الشعر والألوان كل ما يخص بالنسبة للشعر، ودي الحمد لله برضو خدت فيها الحمد لله امتياز. وبرضو أخدت تبع رحت دبي، دي كانت حاضرة فيها، كنت حاضرة فيها مسابقة والحمد لله فزت فيها أنا ومجموعة، كان مجموعة كبيرة كانت معانا طلعونا. يعني مش بشكل فردي يعني. لا لا مش بشكل فردي، لا لا لا. تكريمات جماعية. بتيجي مسابقة مين ومين ومين حابب يروح. أقصد إن حضرتك والأنسات اللي بتشتغل عند حضرتك في الصالون وكده. بتروحوا مجموعة ولا بيكون هم هناك أكتر من حد؟ يعني حضرتك بتشتغل كتير مع بعض؟ بياخدوا من كل صالون بياخدوا حد واحد. حد واحد. حد واحد. وغير ما ياخدوا حد واحد هم بيشوفوا الشغل. عشان يقدروا يقولوا لك تعالى ولا لا. شافوا الحاجه اللي انت عملتها والله تستحق ان انت تروح، هتروح. طيب في نهايه حلقتنا طبعا الوقت مر مع حضرتك سريعا، عايزين كلمه من حضرتك اخيره كده في مجال الميك اب والعنايه بالبشره، لحين باذن الله ما نتقابل الحلقه الجايه باذن الله. كلمه اخيره من حضرتك كده عن المجال عموما او لكل اللي عايزين يخشوا في نفس المجال. اجتهدي وكبري من نفسك وخليكي دايما شطوره وما تخافيش، واعملي كل اللي بوسعك ان انت تبقي يتشاور عليكي، ان يقول مدام فلانه، وتسيب كل اللي حواليها وتقول انا عايزاكي انت. وده مش هيجي الا مع المجهود، مع الاصرار، مع الصبر شويه، لان كل واحد في البدايه دايما بتبقى بتقابله عوارض كتير. في نهايه حلقتنا بحب اشكرك جدا يا استاذه هويده اخصائيه التجميل والعنايه بالبشره، شرفتنا النهارده وكانت معلومات قيمه، انا عن نفسي استفدت منها بصراحه. ربنا يعزك. وبشكر صديقتي الاعلاميه الاستاذه فاطمه مجدي. شكرا يا فاطمه. وفي نهايه حلقتنا بقول لكم شكرا جميعا لكل الساده المشاهدين، وانتظرونا الحلقه الجايه في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامج ابن حياتك مع الاستاذه هويده سيد باذن الله. دمتم امنين.